أيه، أولا سمير بن شابات، هنا والدي مدفون هنا في المغرب، هو مغربي. أولا في حال عندكم انتم الديانة، عندنا الله في السماء، والأنفوي ديالو هو سيدنا. دونك ضروري خصنا نقولوا هذيك كتسمى براخة، كتسمى دعوة الملك، باش خصنا نبيعوا له الملك، خصنا نبيعوا له في اي بلاد يكون فيها الملك ويكون فيها اليهود، خصنا نبيعوا الملك. بعد كتسمى براخه وتنبيعوا له، ضروري نبيعوا له، لان يعني الملك ديالنا على هذه الارض السعيده اللي عندنا. الحمد لله احنا اليهود المغاربه عندنا الزهر، عندنا ملك، عندنا البلاد السعيده، لان يعني ملك، ملك ديالهم اوسي. بيان سور بيان سور، حيت انا في اسرائيل، حتى نقولوا البلاد المقدسه، اسرائيل بلاد مقدسه، كان بلاد مقدسه، كان عندها دي مملكه، مملكه خصها تحترم، مكتوبه عندنا في التراث ديالنا، نحترموا يعني. وجاي من بلاد البلاد باش يشوف ملك ديال البلاد اللي جات فيها واللي عاش فيها واللي كبر فيها واللي مشى وتعلم بزاف د الحوايج في الخارج ورجع لبلاده، وضروري خص يباع لسيدنا، وكيباع لسيدنا وكيباع الأرض المقدسة، المملكة المغربية بلاد مقدسة، والأصي على ولاد مقدسة، يعني كنقولوا مقدسة. الحب والنمو كبير لهذه البلاد المغرب من الإسرائيليين ومن اليهود المغاربة. كيفاش كتفسروها؟ يعني كلهم موجودين في البيت المغربي، كيفاش كتفسروها؟ من جهة الحب كامل والنمو؟ سي نورمال، لي جويف، تو لي جويف ماروكان اللي مشاو هجروا بلادهم في الخمسينات 48، انا عندي العائله مشات 48، المغاربه كلهم رجعوا لنا، وداك الشيء بقات ديك المحبه ديال المغرب، بقاو كيدعوا على المغرب، وبقات عندهم الان، هذه الفكره ديال كيفاش عاشوا هنا في المغرب، باش يعطيوها للولاد، ولادهم، باش ما ينساوش هاد البلاد اللي عطات لهم بزاف من نهار اللي تزادوا، عطاتهم بزاف، عطاتهم بعدها الخوة، عطاتهم لا ليزون، يكون الخوة مع مسلم ولا نصراني ولا أي بشر، عطات لهم الاحترام، تتلوم بزاف بزاف. حنا كنقولوا شاربين الماء، شاربين الماء ديال هاد البلاد السعيده، ما نقدروش ننساو هاد البلاد السعيده، امبوسيبل. كندا المغاربه دايرين هناك جاليه اليهوديه وجاليه اسلاميه، في لي زيتازوني، لاسترالي، انا عيطوا لي لاسترالي، عيط لي مون كوزان لاسترالي heureux، ils sont très heureux à la normalisation، à la normalisation، غادي يكون فيها بزاف د الحوايج اللي هي في مصلحه بعد ديال ولادنا، لان ولادنا هنا، انا فو با اوبليي نو زونفون لي مسلمان ايسي، اللي هما قاريين وبغاو يمشيو يكملوا القرايه ديالهم، ما نقدروش نمنعو ما يمشيوش لليونيفرسيتي ديال اسرائيل، يتعلموا هادشي ديال الاطباء، ويتعلموا لاغريكولتور، ويقراو في هاد الموضوع. ما يمكنش نقولوا لا هذا جاي من المغرب ما نعاونوش، لا غادي نعاونوه. ورسولنا المغاربه الشباب المسلمين ما عندكش شي مانع انك تمشي لاسرائيل؟ كويس، نتعلم ونخدم ونقراو، ما عندهمش. ما كان مشكل، انا نقول لكم الصراحه، انا بدا وليدات البلاد هناك خدام. انا كنت جاليه اليهوديه بلد الكبرى، عاونتهم بزاف، ما نقولكمش اش درت على وليدات المغرب. واليوم كنشوفوا الموسيقيين، كنشوفوا وليدات محمديه وجوردي كاين، هما اللي كيديروا الشفنج ديال الحنوكه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب،
بارتاجيو الفيديو ديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.